من خطر الإصابة بنقص فيتامين كي للأطفال؟ يعني مين هم أكثر الأطفال اللي هم عرضة للإصابة بنقص فيتامين كي؟ هناك عدة أسباب تزيد من خطر نقص فيتامين كي لدى الأطفال، منها ما يأتي انخفاض كميات فيتامين كي المخزنة في أجسام الأطفال، وذلك لأن المشيمة بتمرر كمية بسيطة فقط من هذا الفيتامين للجنين قبل الولادة، عشان كده بعض الدكاترة بيكتبوا حقن فيتامين كي للطفل حديث الولادة. عدم تكون البكتيريا النافعة اللي تنتج هذا الفيتامين في أمعاء الرضع، اعتماد الأطفال والرضع في تغذيتهم على حليب الأم فقط، حيث يحتوي هذا الحليب على مستويات منخفضة من فيتامين كي مقارنة بالحليب الصناعي. الأطفال الذين يعانون من مرض الكبد إذ إنهم لا يستطيعون استخدام فيتامين كي الذي يخزن في الجسم. الأطفال الذين يعانون من الإسهال أو حساسية القمح أو التليف الكيسي، استخدام الأم الحامل والمرضع بالأدوية معينة زي مضادات الصرع والأدوية المضادة للتخثر وأدوية مرض السل. ونكمل المرة الجاية.